ونجت عتاب تألقت أيضا في تيميتار، لكن شنو رأيها في اللي كيغني أغانيها بدون إذنها؟ عندهم عيب عندهم عيب القضية. فنجات عتاب على ما يبدو غير راضية على بعض الفنانين اللي كيغنيوا أغانيها دون إذنها. حرام حبيبتي فأغنيتها جونيمار غنها نجوم كتر، وقد يعود ذلك لأنها الأكثر طلبا في الحفلات. أنا جيت جونيمار جوز ما قالها لي حلبات الملبي. ونجات عتاب استدركت قائلة أن ذلك من محبتهم ليها. نقول لهم تحاجة اللي غنى الأغاني ديالي لله، هذا شرف لي لأنه تيبغيني علاش غنى الأغاني ديالي. وبنتها رافقتها أيضا طيلة الحفل وكانت مستمتعة بالأجواء مع الجمهور.